السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: التعذيب والإهمال في سجون العراق يرفع من أعداد الوفيات. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD على نفس التردد الحالي 10727 أفقي على قمر النايل سات، وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من شباط عام 2022، يعني 1/2/2022، كما سيتم إيقاف البث بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28 من شهر الثاني من شهر شباط عام 2022، لذا اقتضى التنويه. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. رادوا فلوس، قالوا بالعشرة بالليل، ما خليت باب، ما دقيت على 40 ورقة حدطاني. هذا ضابط التحقيق والله العظيم راد 8 دفاتر، قال لي الطين 8 دفاتر منه انطيك منه. القاضي يقول انا ادري بهم ابرياء، انا ادري بهم ابرياء، بس انا ذبيتهم بفلوسي، اشتري القاضي بفلوسي. يعني والله العظيم انا امين ماجد الضابط التحقيق وزارة الداخلية راد من عندي 50 ورقة، زين قال لي واطلع ابنك. وصل الفساد لهالمراحل للقضاء، زين، وللداخليه، انت بعد شو ترجم لي البلد هذا؟ منين تجيب الناس؟ منين تجيب؟ تبيع ارواحها؟ ظلت بس ارواحنا، بس ارواحنا ما نطيها، ما نطيها، خاف تعلى فوق روسنا. الله اكبر على كل ظالم، الله اكبر على كل ظالم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يشهد العراقيون بين حين وآخر وفاة معتقلين في سجون الحكومة وميليشياتها، وتحدث حالات الوفيات بأسباب مختلفة، منها ما يحدث بسبب التعذيب الجسدي، ومنها ما يحدث بسبب الإهمال الصحي، ومنها كان بسبب الجوع والتعطيش، وهناك قسم آخر بسبب الإعدامات المستمرة التي تنفذها حكومة الاحتلال بكثير من المعتقلين الذين حكم عليهم وفق ظروف غير قانونية بحسب المحامين والشهود والمنظمات الدولية. ورغم كل التحذيرات الدولية والمطالبات بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق لما فيها من شكوك بمدى نزاهة ومصداقية المؤسسة القضائية في العراق، إلا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تأبى إلا أن تخالف القوانين في كل الجوانب، ومنها جانب المعتقلات والأحكام الصادرة وطريقة التعامل مع المعتقلين. حيث كشف مرصد أفاد لحقوق الإنسان في العراق عن وفاة عدد من المعتقلين في سجن الحوت بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار بظروف غامضة، ولفت المرصد إلى أن جثث السجناء يتم تكديسها في ثلاجات الطب العدلي. قال المرصد في بيان إن دائرة الطب العدلي في مدينة الناصرية في 24 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي سلمت 12 جثة لنزلاء قضوا داخل زنازينهم تحت ظروف مشكوك فيها سلمتهم إلى ذويهم، مشيرا إلى أنه خلال التقصي والبحث من قبل المرصد عن هويات الضحايا الذين قضوا بالسجون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ارتفع عدد الجثث التي أودعت دائرة الطب العدلي في المدينة والقادمة من سجن الناصرية إلى 27 جثة تعود بالمجمل لمواطنين عراقيين. أفاد مرصد أفاد أيضا إلى أنه أجرى حوارا مع معاون طبي يعمل في دائرة الطب العدلي بمحافظة ذي قار، أكد تسليم جثث بشكل شبه يومي بسيارات السجن إلى ثلاجة الطب العدلي مع شهادات معدة مسبقا من قبل إدارة السجن تتضمن سبب الوفاة دون أن تتم أي إجراءات للفحص والمعاينة العدلية لمعرفة سبب الوفاة بحسب السياقات المتبعة. أشار المعاون الطبي وأيضا في حديثه إلى أن بعض السجناء الموتى يصلون إلى الطب العدلي وقد بدت عليهم علامات الانتفاخ التي تغير من معالم الجثة وتصعب معاينتها، بالإضافة إلى جثث عليها آثار طعن وضرب أو علامات نزيف داخلي من الأنف والأذن أو كسور ورضوض.
أوضح المرصد أيضا نقلا عن مصدر طبي أن مكتبا لخدمة الاستنساخ والإنترنت قريب من مستشفى الناصرية التعليمي على صلة بموظفين في إدارة السجن، يتكفل هو بمهمة تسليم ذوي الضحايا لأبنائهم مقابل مبالغ مالية هي في الحقيقة رشوة، لقاء تمكين الأهالي من أخذ جثمان أبنائهم أو جثامين أبنائهم بورقة رسمية تسمح لهم المرور من النقاط الأمنية. مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من التساؤلات التي تطرح في حلقتنا لهذا الأسبوع. لماذا تتغاضى حكومات الاحتلال عما يحدث للمعتقلين في سجونها وسجون الميليشيات من اتباع أساليب لا إنسانية في التعامل معهم؟ وأيضا ما دلالات تعدد وفيات المعتقلين وإخفاء الحكومة لحقيقة وفاتهم أو تسليمهم إلى ذويهم بتكتم شديد أو برشوة كما قرأنا قبل قليل؟ وأيضا كيف يمكن إنهاء معاناة المعتقلين والمغيبين في سجون حكومات الاحتلال وهناك قضاء فاسد يقف عائقا أمام تحقيق العدالة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نود أن نذهب إلى مقطع نشاهده مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام عن ملف المغيبين والمفقودين الذي يرتبط ارتباطا وثيقا طبعا بموضوعنا لهذه الحلقة، باعتبار أن كثيرا منهم يقبعون داخل السجون والمعتقلات الحكومية والميليشياوية. ذو المغيبين والمفقودين في محافظة صلاح الدين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم المغيبين منذ عام 2014، وأشاروا إلى أن 56 أسرة ما زالت تنتظر خبرا عن أبنائها المغيبين في سجون الحكومة وميليشياتها. لنشاهد هذا المقطع ثم نعود. وراء 3 أولاد وبنية، 4 من العائلة وحائرة بيهم ولهوج بيهم، لا عندي لا فقايا لا جاي ولا أخذ راتب، لا أبني أخذ راتب عامل ينحقواني وبلوك وألا قادي مرقة. 56 عائلة مصيرهم، ما نعرف مصيرهم أين، ما خالوا ما ندري مصيرهم، شالتهم الحكومة وراحت، ما ندري وين، ما نعرف عنهم كل شيء. طبت علينا الجي القريبة، ما ندري همين، ما عرفنا همين جتنا، قال لي انهزم برجة خلص، واللي قاعد بالبيت كرصه واخذوه 56 واحد. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالاتكم للإجابة على تساؤلاتنا وأيضا لإبداء آرائكم بموضوعنا لهذا الأسبوع، موضوع ملف المعتقلين وما يحدث داخل المعتقلات من تعذيب وإهمال صحي وإعدامات تنفذ على كثير من المعتقلين بشكل شبه يومي. سنتحدث بالتفاصيل عن بعض أحكام الإعدام التي صدرت خلال هذا الأسبوع تحديدا في سجن الحوت في مدينة الناصرية. ويانا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخي. هو هذا الحكومة اللي جابتهم الأمريكان، هم عندهم خطوط ممنهجة، يعني هم يأمروهم في سوون المعتقلين. طبعا أي واحد، يعني أي واحد يجي يعتقلوه، يعني عشوائية، أحيانا عشوائية. نعم. عنده فلوس يخلص، ما عنده فلوس يظل دايم، والشراب والأمراض وأكل ماكو، حتى لو يجون أهله يطون فلوس يلا يطبون، وإذا سلموا فلوس أمانات كانوا يطون دبنهم ما توصل. نعم. أنا أقول على دور، يعني دول المرجعية مع الموجودة هنا، يعني ليش بيحشون على الفساد؟ ليش بيقولون يا بهاي الدولة بيها فساد، بيها تدمير للشعب، بيها قتل للشباب، بيها تهجير، بيها ناس عاطلة عن العمل؟ ما تحكي هاي، يعني المرجعيات هاي صارت بالعراق. طيب قبل هذا الموضوع يا سيد أبو حسن، يعني أنت تتحدث عن المرجعيات التي لا تذكر المفاسد الموجودة أو الانتهاكات، لكن احنا اليوم موضوعنا بالأخص عن المعتقلات وما يحدث فيها اليوم. يسمع العراقيون بين حين وآخر وبشكل أصبح متسارع هذه الأيام عن وفيات داخل السجون، تحديدا سجن الحوت في مدينة الناصرية، سجن الناصرية المركزي، هناك وفيات مستمرة بشكل شبه يومي، والحكومة برئاسة الجمهورية لا تزال تصادق على أحكام الإعدام بشكل مستمر.
القضاء في العراق موصوف بأنه قضاء فاسد، قضاء غير عادل، ويؤكده طبعا هذا الكلام زعماء الأحزاب وعلى رأسهم هادي العامري. شلون تشوف موضوع الإعدامات اللي تنفذ على المعتقلين إذا كانت المؤسسة القضائية غير مستقلة غير نزيهة؟ كيف إذن هذه الأحكام تكون أحكام حقيقية صادقة أو عادلة؟ خلينا نقول أول شيء عندنا قضاءنا قضاء فاسد ومنتهي. يعني هو أي واحد هسه يعني يبي رأي أو يتكلم عن موضوع ما يخلوه، يعني دائما التهديدات تعرف من الأحزاب. يعني هسه أكو ناس معتقلين يعني حتى الناس الآباء وأمهاتهم بيحسون يعني من بيته وده ياخذه، ناهيك على الأمراض أكل أحيانا ما يطعم حكم كاملا، فتديهم يا أما يجوع من الجوع يموت أو من التعذيب أو من الأمراض. فهم دول يا أخي محمد دول ممنهجين، يعني ممنهجين تدمير العراق. أنا قايلها قبل وآلاف المرات عديتها، دول ممنهجين على قتل العراقيين. حكومة فاسدة ما فديوا مشاريع بها خير للشعب، تدمير الشباب العراقي. يعني عيال قبل فترة سمعنا بينهم واحد بنتحر يعني طالب وأشياء هواية، فدول جايين تدمير العراق. طيب. المعتقلين يعني أقدر أقول لك 80% أبرياء، أي واحد يجي واخذوه. أشكرك يا أبو حسن، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة، وصلت الفكرة. ويانا أحمد من كركوك، تفضل يا أحمد حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية إليك والمشاهدين الكرام والكادر البرنامج. حياك الله، أهلا وسهلا يا أحمد. أستاذ، بالنسبة لموضوع البرنامج مالكم، أي موضوع الاعتقالات والناس اللي يتوفون داخل الاعتقالات، نعم 90% هي تصفيات. تصفيات. تصفيات، نعم. شنو دوافعها؟ يعني شنو دوافعها؟ دوافعها منشأ البرنامج، برنامج هذه حكومة الاحتلال اللي انشئ خارج العراق قبل سقوط النظام. انشئت هاي الحكومة ان صف الشعب. ولذلك تم تدمير كل الواقع الخدمي، واقع الصحي، واقع التعليمي، الوضع الامني، كله تم تدميره بالكامل. بس الشعب. بس لحظة يا احمد، اليوم الحكومة، حكومات الاحتلال صفت صفت العراقيين بالشوارع، قتلت متظاهرين، اغتالت فرق الموت الناس في وضح النهار أمام أنظار القوات الحكومية، وغيرها من عمليات تصفية لأشخاص أو جماعات. طيب ليش الموضوع إذا كان بهذه الطريقة مثل ما تقول، ليش يجيبوهم ويحطوهم في معتقلات ويخسرون عليهم أكل ويخسرون عليهم شرب، رغم أنه هذه كميات قليلة لكن اسمها فلوس الدولة دا تصرفها؟ ليش يقتلون الناس إذا تقول انتقام في داخل السجون؟ ما هو يقتلون في وضح النهار وما حد يحكي. تدخل على مؤسسة معمل، بهذا المعمل قسم الميكانيك، قسم المختبرات، نفس الشيء تشكيلة الحكومة وتشكيلة تصفية الشعب العراقي وإذلاله وتجويعه، نفس هذا الشيء. برنامج سياسي، برنامج أمني، برنامج فوضوي، هو هيك ترتيب هاي الحكومة، هي شكلت حكومة الاحتلال هيك. أما أكو نقطة مهمة، تفضل. بالنسبة للمغيدين الطقلاوية وغيرهم، نعم. بالنسبة للمغيدين، وأنا ما أقول لك مسؤول عن كلامي، أي. بس أنا من خلال يعني نظرتي الأمنية، من خلال تحليلي السياسي، أكثريتهم مقابر جماعية بجرفة الصخر. مقابر جماعية في جرفة الصخر. شلون استندت إلى هاي المعلومة؟ أخذتهم كتاب حتى أنا راسبت ما واجتمعت المحللين السياسيين بأربيل وبالخارج وحتى في العراق. نعم. اللي أخذتهم من السيطرة كتاب حزب الله، طلعوا بهم قبل اللي غادوا هالموضوع، صار لهم 6 سنوات وهاي الساعة. نعم. سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بإعدام 3 معتقلين في مدينة الناصرية وفق المادة 4 من قانون الإرهاب. قالت مصادر صحفية أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا ضد المعتقلين 3 استنادا للمادة 4 إرهاب، بزعم اشتراكهم بتفجير دراجات نارية ملغمة أو ملغومة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة. تؤكد منظمات حقوقية طبعا أن معظم أحكام الإعدام الصادرة
من وزارة العدل تفتقر للإثباتات والدلائل الدامغة على تورط المتهمين، وتطلق هذه الاتهامات ضد الأبرياء بدوافع طائفية، بالرغم من المطالبات الدولية من الهيئات والمنظمات الدولية للحكومة بإيقاف هذه الحملات اللاقانونية، لأنها تستمر في هذا الموضوع متجاهلة كل القوانين كعادتها حكومات الاحتلال. السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عراق. يسلمك أستاذ محمد. بالنسبة للعراق، أنا برأيي إذا ما الشعب يتوحد ما تصير لكل شارع. نعم. لأن إحنا مو تحت حكومة أستاذ محمد. تحت أحزاب موالية الدول، ما أقول لك بس دولة إيران، لا لكل الدول. نعم. هذول أستاذ محمد جاي يشتغلون للدول مالتهم، المستفادين من عنده والدول هم مستفادة من عنده. نعم. يا أستاذ محمد، أنا رأيي الأخير، أي والله إذا ما الشعب يتوحد، ابن الجنوب، ابن الغربية، ابن الشمال، تصير إيد واحدة ولا ما تصير كل شارع بعض. طيب أبو عراق، هذا الكلام هذا الكلام كلام جميل، ويعني هو مطلب عراقي طبعا، وبالنهاية لابد التكاتف حتى العراقيين ينتهون من هاي الأحزاب. لكن احكي لي بس شوية عن موضوعنا، يعني خصص الكلام عن موضوعنا اليوم، تعذيب ووفيات مستمرة، ليش الحكومة مستمرة بالتغاضي عن ما يحدث داخل السجون، غض النظر أو غض بصرها عن ما يحدث داخل السجون من تعذيب وانتهاكات ومساومات وفساد كبير داخل هذه السجون؟ ليش الكاظمي من يوم اللي استلم الحكم لليوم ما فتح ولا مرة ولا ذكر في أي لقاء في أي مكان موضوع المعتقلين وما يحدث داخل السجون؟ ما يعرف لو ساكت وراضي على ما يحدث؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي تفضل، وأنا خوش اختصرت لك المسافة، هاي الأحجاب أقوى من اللي تحدث عنها وتقول أكو حكومة. عمي ما أكو حكومة أستاذ محمد. هم من بداية من 2003 لحد الآن كم رئيس وزراء استلم؟ كم ملف قالوا عندنا ملف فساد وسنحاكم وسنحاكم؟ اللي سوى عمي الأحزاب مسيطرة على الكل يا أستاذ محمد. والله لا مصطفى الكاظم ولا القبلة ولا راح يجي بعد يقدر يحاسب كأن من يكون. الآن أنا أختصر لك إياها بالأخير، حساب الشعب راح يحاسبه. نعم. والحكومة ما تستاذ محمد. شكرا يا أبو عراق، شكرا جزيلا للاختصار. مشاهدينا الكرام، عندنا طبعا رسالة من أم كرار وتحاول هي الاتصال. أم كرار من الموصل تقول الله أكبر، والله ظلم أكثرهم، تقصد بالنسبة للقضايا الموجودة في المعتقلات. خلونا نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، نعود من بعده لإكمال الحديث، وننتظر حقيقة مشاركات ذوي المعتقلين اللي دائما ما يشاركون معنا في البرنامج، ننتظر لسماع قضاياهم، قصصهم، مشاكلهم بخصوص أبنائهم. وبعد ذلك أيضا كما قلنا بعد الفاصل نعود لنكمل الحديث بموضوعنا لهذا الأسبوع. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. الرافدين، لأننا حضارة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الأرقام أمام حضراتكم أسفل الشاشة، بإمكانكم أن تشاركوا من خلالها للإجابة على تساؤلاتنا وللمشاركة بموضوعنا لهذا الأسبوع، ملف المعتقلات والمعتقلين والانتهاكات الحاصلة في السجون في العراق والإعدامات المستمرة التي تنفذها
حكومات الاحتلال ضد معتقلين، كثير منهم دخلوا وحكم عليهم بإعدام بظروف غير قانونية. أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء، حياك الله. السلام عليكم، شوك سادة محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صح شوكم؟ حياك الله يا أبو شيماء، تفضل. ألو. تفضل يا أبو شيماء. ألو. وياك بالنسبة ألو. أي أسمعك تفضل. أبو شيماء صدقني أسمعك وصوتك واضح وما أعرف شنو المشكلة، عاود الاتصال مرة ثانية يا أبو شيماء. صباح من بغداد، تفضل يا سيد صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لملف المعتقلين والمغيبين، يعني ملف يعني مع الأسف أصبح شائك عند السياسيين اللي يحكمون البلد من 2003 ولحد الآن. يعني الظاهر أكو ناس وأكو جهات مستفادة من هذا الموضوع السجون. أيه. والدليل على ان مستفادين من عنده، صار من 2003 ولحد الان ما اعطى عفو عام او عفو يعني فد على ناس مظلومين، او شغله المخبر السري اللي دمرت العوائل العراقيه، المخبر السري اللي اصبح يعني كارثه انسانيه. اي شخص من سواء منتسب او شخص عنده عداوات شخصيه مع اقاربه اصبح بامكانه يروح يشتكي بدون ما يطون اسمه ويذب أولاد عمه وأقاربه وأصدقائه في السجون، وصار لهم بالسجون أكثر من 12 سنة ملفاتهم القضائية لم تحسم. يعني أكو ناس لحد الآن جاي تؤجل محاكمهم، ليش؟ لأن يعرفوهم ذولي ناس ماكو أدلة عليهم، ماكو أدلة كافية مثل شهود عيان شافهم الجرم أو هم كانوا متواجدين أثناء الجريمة من صارت. أصبحت يعني شماعة داعش وقانون 4 الرهاب الجائر اللي محسوب بس للسنة، يعني دمر الناس. أصبح استغلت هاي الميليشيات والناس المكاتب الاقتصادية اللي مستفادة من هذا الموضوع. يعني ما راح يفضون هاي الشغلة. مجلس القضاء الأعلى بقيادة الخائن فائق زيدان المفروض به هو وزير العدل ورئيس البرلمان، رؤسات الثلاثة المفروض بهم يصوتون على قانون على العفو. طيب أنت ذكرت في بداية حديثك يا صباح أنه هناك استفادة عائدة على جهات داخل الحكومة من موضوع امتلاء السجون والمعتقلات بالمعتقلين. قد تكون هيئة القضاء واحدة من هذه الجهات، لأن هناك حوادث كثيرة، وآخرها عرضنا موضوع محافظ النجف وكيف أنه قام برشوة قاضي، وحديث هادي العامري قبل ذلك بقوله بأنه الكل مهدد من القضاة تحديدا وكلهم يتعرضون إلى الضغوط، أما برغبته أنه يرتشي أو بتهديد نهدده أنه يغير قضية يحكم بالباطل. إذا كانت المؤسسة القضائية تسير بهذا الاتجاه، من الذي يستطيع أن يطلق عفو عام أن يحكم بالعدل على قضايا كثيرة منها موجودين أبرياء داخل السجون؟ احنا نعرف ان شغلة العفو العام ايران ما تسمح به، والسفير الايراني اللي موجود في بغداد هو اللي مسيطر على هذا الموضوع وما يسمحون ان اعطاء عفو عام. ثانيا منصب رئيس الوزراء اللي هو تابع الى حزب الدعوة من 2003 ولحد الان ايضا يعني مساهم بعدم اعطاء عفو عام. القضاة اللي اغلبية القضاة كلهم ناس مسيسين وتابعين الى احزاب ويخدمون هاي الاحزاب، فالقضاة ايضا مشتركين بهذا موضوع العفو العام، ما يريدون حسم هذا الملف. يعني ماكو دولة ما تعطي عفو عام سواء بالمناسبات الوطنية أو كل بين فترة وفترة، كل 5 سنوات كل 10 سنوات، ما يريدون. ليش؟ لأن هاي الاستفادة المادية من عنده وهاي التغذية الموجودة والمصاريف اللي مثل من أطعمة ومن ألبسة ومن أدوية ومن كل شيء، وهاي الأموال كلها جاي يستفادون من عندها، وزير العدل يستفاد من عندها والقائمين على السجون يستفادون من عندها وأيضا القضاة يستفادون من عندها وياها ضباط التحقيق الظلمة. ضباط التحقيق تعرف هاي القضايا المدورة والملفات المساجين من ضابط إلى ضابط ويستفادون من عندها آلاف مؤلفة من الدولارات، يعني كلها فائدة مادية علما للفاسدين الموجودين. طيب. المسيطرين على هذا الموضوع، فهم ما يريدون يصدرون عفو عام، لكن القضايا ليش ما تحسن؟
ليش القاضي اللي حالف يمين ما يزور السجون ويبث بقضايا الناس المعتقلين اللي صار لهم 11 سنة ما مبسوط بقضاياهم؟ هذا الموضوع الأربع أرهاب إعدام 80% من المعتقلين احنا نعرفهم أبرياء، و20% من دواعش وإرهابية وقتلة هم يخرجون بأموالهم، عندهم فلوس ويخرجون بها، لكن احنا نحكي على أبرياء اللي ما متلطخ أيديهم بدماء العراقيين. يعني هذا مو ظلم الدولة تقول احنا عندنا أزمة اقتصادية وتصرف عليهم ملايين الدولارات؟ يعني هذا مو عبء على الدولة؟ يعني طيب. احنا ما عندنا بس نفط واردات، ما عندنا اي شيء، كل البنى التحتية دمروها، المفروض بيهم يصدرون هذا العفو، يصدرون بيها هذا العفو من يشكلون حكومة مناسبة وطنية، لكن هم كل القاضي مستفاد وضابط التحقيق وصلت مستفاد. وصلت الفكرة يا صباح، اشكرك، كنت معنا من بغداد. ابو فلاح من الانبار، تفضل يا ابو فلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي بالنسبة أنتوا جاي تحكون عن المعتقلات وعن المعتقلين بالسجون وعن العفو العام. نعم. ويا أستاذي. وياك. بالنسبة للعفو العام، العفو العام ما يصدر، يعني السبب لأنه إحنا يعني نقول بيد منه، هو لا بيد الحكومة ولا بيد رئيس الوزراء، هي بيد الأحزاب، بيد من الشعب. بيد الأحزاب. فكلهم هذول القضاة، مجلس القضاء هم والوزراء تابعين لكل الأحزاب، هي هم يريدون يصفون الشباب العراقي باسم الإرهاب، يعني باسم الإرهاب. يعني تخيل يعني هسه هم نعم. المجرمين يعني يطلعون، اكو ناس مجرمين وكلها تعرف بهم بفلوس طلعوا، والابرياء جهزوا يحكمونهم اربع ارهاب باسم الارهاب والتعذيب والقتل والجوع. ممكن سؤال يا ابو فلاح، هذا قانون اربع ارهاب، اليوم احنا عندنا ميليشيات بالعراق ترتكب ما يرتكب داعش وابشع، ما ارتكب داعش وابشع من تغييب، من عدامات ميدانيه، من سرقه، من حرق، من نهب، من تدمير ممتلكات وغيرها. هذا هذه الافعال ما تعتبر ارهاب؟ لماذا لا يطبق على هذه الميليشيات قانون اربع ارهاب؟ ليش ما يطبق؟ العراق لا يعترفون بالحق، ما يعترفون بالحق ابدا، يعترفون بالقوه فقط، من شانك حق او باطل يعترفون بالقوه. فشنو الداعش والميليشيات؟ القياده واحده، هدفهم واحد، بس شنو قدام العالم انهم عداوه، بس ثم القياده هدفهم التدمير والخراب. وهذا قانون اربع ارهاب، يعني هو ثأر الإيران بحجة الإرهاب، بحجة التصفيات. يعني هم جاي حتى السجون مستفادين منها، يعني يتاجرون بها تجارة، يعني بحجة تقولهم أكل وملابس للسجناء، وجاي يصير كلها تجارة. ثاني اللي دمرونها أكثر شغلة هم شلون أقول لك الأقرباء، يشتكي على أبن عمه بحجة الإرهاب، لو يدفع فلوس لو واسطة قوية لو يظل بالسجون اللي 10 سنين 15 سنة. طبعا هذا الموضوع، هذا الموضوع ثاني مرة أسمع هسه خلال هذه الحلقة، موضوع إنه الأقارب يشتكون على أقاربهم. نعم. في سبيل انه يزج بالمعتقل، يزج به بالسجن على مود منافع ماديه، هذول شنو من اقارب؟ شنو هاي؟ يعني لوين وصل العراق اليوم المجتمع في بعض الاحيان، في بعض المجتمع، انه الاب القريب يجور على قريبه بهذه الطريقه؟ يعني شنو، شلون وصل المجتمع الى هذه الطريقه، الى هذا الحال؟ حاشا الزين يقول الأقارب عقارب، يعني هو باسم داعش يريد يصفيه، لو يطلب فلوس، لو عداوة شخصية قديمة، يروح باسم الحشد يفلش بيته، باسم الجيش، باسم القضاء، باسم القانون. يعني هسه تخيل أكو، يعني احنا أهل الأنبار لو مصطفين بيناتنا يجوز ما صار. نعم صار اللي صار، بس ما صار اللي كل هذا اللي صار بينا. يعني كان أخاف أخاف لأن هي كلها عداوات شخصية، يعني ناس تأكل بناس. شلون يعني، شلون يعني عداوات شخصية؟ يعني شنو قصدك اللي صار بينا؟ شنو قصدك العداوات الشخصية اللي صار بيكم؟ يعني عداوات شخصية يعني مشاكل عشائرية. أفتهم يعني أفتهم، أقصد شنو ده تقول إحنا لو ما هاي العداوات ما كان صار بينا اللي صار؟ هو شنو اللي صار بيكم تحديدا تقصد؟ أستاذ اللي صار مشكلة تآمر عينة أمريكا وإيران ومن دول الخليج. نعم اللي صار بينا مشكلة سياسية وسياسية، نعم هذا هو الدمار الأساسي الأكبر، لكن هسه داعش بقت العداوات الشخصية بالأنبار وكل العراق، يعني لا تهتر. سيد أبو فلاح، اللي أنا بس أريد أسألك سؤال أخير حتى أختم وياك، من اللي غذى هاي العداوات الشخصية؟ من اللي غذى هاي الأفكار حتى يصير أكو صراعات داخل العائلة الواحدة؟ من اللي نمى هاي الأفكار داخل العوائل؟ أستاذ والله أكو يعني قادة أمنيين يحتون يقول، يعني يثقون بكلامهم، أكو قضاة، أكو مثل هذول اللي عندهم واسطة يقول لك هذا عندي عداوة يا روح السجن. بعض اللي يعني هم شلون يقول لك، او شيخ عشيره، يعني تخيل اخي اشتكي على اخوه هسه حتى شايب بالسجن مشتكين عليه بحجه الارهاب، والارهابيين الصحيين ما حد يمهم.
طيب. لان ما حد يعترف فيها بس على الفقير لو يدفع فلوس. وصلت الفكره يا ابو فلاح من الانبار. القيادات الامنيه يعني يتوضح لنا حتى بس الموضوع، هذه الافكار شلون تنمت وشلون تغذت؟ القيادات الامنيه والضغوطات التي تفرض على المجتمع العراقي والميليشيات طبعا والحكومه التي تعتبر عائله كامله انها متورطه بالارهاب، عندما يكون هناك فرد واحد فقط هو المتورط يجور هذا الحكم على الجميع وتعم السيئه، وبالتالي يحكم على عائله كامله بالاعدام، الموت البطيء، ان يبقون في المخيمات بمعاناه وغيرها. فهذه الوسائل التي اتبعت من قبل الحكومه، من قبل القيادات الامنيه، الحكومه التي سمحت بان تتبع هذه الاساليب في محاوله الضغط على عوائل كثيره، في محاوله اثاره فتن واثاره صراعات داخليه بين المجتمع لتجضيته، اوصلت الناس مثل ما يقولون انه واحد يروح يشكي على او يشكو على ابن اخوه، قرايبه، ابن عمه، غيره، في سبيل انه مثلا يذب بالمعتقل لمنافع ماديه، لمنافع شخصيه، امتيازات قد يحصل عليها من قبل الجهه التي دفعت. ام كرارة من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكركم على هذا البرنامج. الله يرحم والديكم. والديك. احنا عندنا والله منسيون يعني مظلوم اخويا. واحد اخذوا دواعش، واحد مفروض يعني هم عفوين. واحنا الحين طالب مستقبل رئيس الوزراء، عنده وظيفه العام. يشملوا المظلومين بس. واحد اخذوا الدواعش، الثاني منو اخذه؟ واحد اخذوا الدواعش والثاني يعني خطيئة كان يعني يدور له وعنده الدواعش يدور له ثاني ظلموه. الله لا يغفر، نص ساعة طالع عنده مليون بغداد، يعني حتى حالنا ما سمعت اروح الواجهه. شنو التهمة اللي اخذوا؟ شنو التهمة اللي اعتقلوا بها؟ ام كرار، شنو التهمة اللي اعتقلوا بها؟ التهمة مال ابنك اللي ببغداد، شنو هو التهمة؟ والله هو مظلوم، اثنان يعني تهموه انه داعشي، بس هو ما داعش، هو انه داعشي كان طلع اخويا اللي اخذوا الدواعش. نعم. نعم. عندنا واحد يعني من داخل من جهة القوات الأمنية حررتنا، يعني هم العفوين، هم نريد يعني بس العفو، عايش الحمد لله، مسجون الحمد لله. تريد يعني نعرف هذول المفقودين يعني اختارهم وين ودعوهم. ابنكم اللي ببغداد شلون وضعه؟ تتواصلون وياه؟ الله يرضى عليكم. مكرر. ابنكم اللي في بغداد. أخوي. ابنكم اللي في بغداد تتواصلون وياه؟ تعرفون وضعه شلون؟ ايه. والله كان بس اجي بس ما نعرف وين يعني وين ودوه، يصير وين؟ ما سالتوا عليه؟ ما سالتوا؟ كبير همين ما يعني ما عاد يتحمل، تمرض من قهره. سالتوا عليا بالسجن اللي بس اسمعيني يا ام كرار، سالتوا عليا بالسجن اللي كان بي موجود؟ هو كان بالتاجي موجود. تمام. لما كان بالتاجي سالتوا اداره السجن وين راح؟ وين النقل؟ يعني خو ما يختفي هو؟ والله احنا يعني صارت كورونا، ورا كورونا ما حد راح واجهه، يعني شويه نحامل ماديه ما تساعد واحد حتى يواجهه يعرف وين. طيب ام كرار، بس اسمحي لي، انت دا تقولين كان بسجن التاجي. نعم. بعدين ما نعرف وين راح. انتم نعم. رحتوا شفتوا انه هو انتقل؟ نعم. لو انتم ما تدرون قاعدين بالمكان وتحجون هذا الكلام. احنا كنا نعرف يعني، لان فرمهم نفس المنطقه بينهم من سيول بنفس المكان، تروح طيب. تواجهوا يعني حالتهم شوي احسن منه. اي قالت ابنكم حولوا وما حد يعرف وين. بس احنا نريد بس يعني نعرف هالمفقودين الاخر، عندي ادخل نوب مفقود. حكيتي شغله يا ام كرار، تقولين انه عندكم ناس تعرفوهم حالتهم احسن منكم، تقدر تروح تواجه ابنها. انتم ايش مطلوب منكم من تروحون تواجهون ابنكم؟ شو ينطلب من عندكم؟ نعم والله ما عرفنا، قلت لك يعني شوي يعني شلون عرفتي انه شلون؟ يعني سؤالي، انتم ما تقدرون تروحون بسبب اجره الطريق؟ لو انتم ينطلب من عندكم فلوس معينه لما تروحون ولذلك ما تقدرون تروحون؟ يعني شنو التكلفة الغالية عليكم؟ يعني أجرة الطريق،
صحيح أجرة الطريق والله يعني حالتنا ما تساعد. الله يكون بعونكم سيدة. سيدة أم كرار أشكر حضرتك للمشاركة. كان الله بالعون أنه وصل حال بعراقيين في بلد نفطي أنه ما يقدرون يذهبون لزيارة ابنهم، أجرة الطريق مكلفة بالنسبة لهم، وبالتالي أيضا لما يحتاجون يروحوا له لازم يأخذون له شيء، ملبس، طعام، بعض المال الذي يعطى للمعتقل، خاصة وأن المعتقلين في العراق بشهادات ووثائق تؤكد أن الأسعار التي تباع المنتجات للمعتقلين تضاهي المناطق السياحية وفنادق الخمس نجوم. هذا الموضوع مكلف بالنسبة للعوائل. الله يكون بعونكم. ويانا أبو أحمد من النجف، تفضل يا أبو أحمد. فقدنا الاتصال. السيد أبو عبد الله من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ محمد. حياك الله أبو عبد الله. الله يخليك حبيبي. قبل شوية أنت تفاجئت من قلك أحد المتصلين أنه الأقارب وكذا وجاي يذبون الناس بالسجون، صح ولا لا؟ نعم نعم. تفاجئت حيل أنت، فأنا راح أقول لك في الشغلة بالنسبة لي تخصني. أي والله أنا أقرب الناس إلي ابني حاول يذبني بالسجن على مود شي ما يسوى، على مود لا ينطيني شي من راتبه، خلي يسمع كل الناس. ابنك 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 راضي يذبك بالسجن؟ ابني راضي يسويني كذا وكذا وكذا، وجاب علي الاحزاب وانا بعمر 70 سنه على مود لا ينطيني شي من راتبه. انت اقتنعت؟ جاب لك الاحزاب؟ نعم جاب علي الاحزاب للبيت. زين لو مو زين. ابنك هذا شو يشتغل يا ابو عبد الله؟ اخوي ارجوك اسكت، ارجوك اسكت، كافي اذا راح ابكي في ماله. مشكور. الله يكون بعونك يا ابو عبد الله على هيك ابن، ما اعرف شو اقول لك بصراحه. مشكور. ما انا اقول لك لولا الكلبوش والله ما اخليه يعيش اليوم. بس هي هذه انا عمري ما يتحمل راتبي. ابو عبد الله شلون عايش؟ ابو عبد الله شلون عايش انت؟ نعم. عايش والله بالقدرة، الله كريم. عندك 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 راتب تقاعدي شيء؟ عندي الحمد لله، عندي القناعة وعندي الوجوه الطيبة أمثالك من أشوفهم كلش كامل. الله يحفظك يسلمك أبو عبد الله. ولو أنت رجل يعني هذا الموضوع نفسيا متعبك مبين، لكن أريد أسألك يعني أكيد. إذا تقدر تنطيني شوية من وقتك. ابنك هذا أنت يعني طلبت منه وهو رفض، له هو أصلا هذا طبعه ان هو؟ لا والله لا والله لا والله، هو شوف اقول لك حق الوالدين مكتوب اكيد وشيء اخر. وانا احكي لك انا انسان تعينت ب 33 دينار اسمي بذاك الوقت، والله والله انطي نص راتبي لابوي الله يرحمه. نعم تسمع هيك اخلص. نعم هيك خلص. فالله سبحانه وتعالى. انا بس سؤال اخير لحضرتك يا ابو عبد الله، سؤال اخير واسف للإطالة. اتفضل. ابن حضرتك يعمل مع الأحزاب؟ عنده صلة بيهم؟ أنت تقول جاب لياهم. لا أخوي لا 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 هو لا 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 هو وهم خلي بالك إحنا ما نريد بالمسميات. أي بدون مسميات. هو مستقل للفرصة. افتهمت قصدي شنو؟ نعم. افتهمت قصدي شنو؟ افتهمتك. المهم حبيبي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا مسكه لا يفلت. سيد أبو عبد الله أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. هذا الحديث لعل وعسى يصل إلى ابنك، أنا ما أعرف حقيقة ابنك يتابع لو لا. للأسف الشديد المجتمع العراقي فيه شوائب كثيرة وفيه حالات سلبية كثيرة للغاية في زمن حكومات الاحتلال، وأصبحنا نسمع عن قضايا اجتماعية غريبة جدا، ومثل قضية أبو عبد الله حوادث كانت تعطى أمثلة عندما كنا صغار، اليوم أصبحت واقع في العراق. كانت حالات شاذة، يحذر كيف تتعامل مع الأبوين حتى لا يتكرر هذا الأمر معك عندما يأتي ابنك وغيرها، لكن أصبحت واقع حال يعيشه المجتمع العراقي. ليس الجميع طبعا، نحن نقول دائما أن هناك أمثلة وهناك حالات شاذة، وهذه من الحالات الشاذة أن
يأتي الابن على أبوه والقريب على قريبه وغيرها من هذه الحالات التي تغيب فيها العدالة، عدالة الدولة، الدولة التي لا تستطيع أن تؤمن العدالة والحكم العادل في هذا البلد، وأيضا المجتمع الذي للأسف انتشرت فيه الأفكار السيئة. ويانا السيد أبو حسين من كربلاء من بغداد، تفضل يا أبو حسين من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله يا أبو حسين. أستاذ محمد أقول بس وحدة، ما للأسف على هيش حكومة، عندي أخويا. أي. ألو. وياك. أستاذ محمد. تسمعني؟ أبو حسين أسمعك، تفضل كمل. أستاذ محمد بس أنا اعتبر على هيش حكومة، عندي أخويا اعتقلوه. أي. احتقلوا الامريكان والجيش وقتها. طيب. والسجن وقمنا نواجهه. اي. قمنا نواجهه مع الاسف وجت كورونا. اي. ورا 6 شهور متوفي بالسجن. اي. وقلنا لهم يابا طولنا، واللي قال يابا صار 6 شهور متوفي. قلنا لهم طولنا جثه ما قال دفناها. اي. فدفناه فطولنا على شهاده وفاء دلونا بدنا. طيب. قالوا دفناه بهيش مكان وما نعرفه هو او لا. فانا اقول اعتب على هيش حكومه. أي. يموت تموت موت ابنائها وما يتابعونها ليش؟ ابو حسين انت دافنين قلت لي دافنين اخوك؟ اي استاذ محمد اي دافنينه. طيب ابو حسين انت دافنين اخوك، انا ما راح اجي اقارن لك، لكن القصد من هذا الكلام انت دافنين اخوك وما تعرف وين وما تعرف اذا هو لو لا. اكو ناس يدفعون فلوس، اكو ناس يدفعون فلوس حتى ياخذون جثه ابنهم. انت تسال تقول اعتب على الحكومه، هذا الموضوع عتب لو الموضوع تحميل مسؤوليه. الحكومه ليش ساكته عن هذه الانتهاكات؟ المسؤول استاذ محمد لو تسمح لي خلنا خدمك. تفضل. احنا دافنينه وهو متوفى صار له 6 شهور وما عندنا علم. نعم نعم. وقطعوا المواجهه بوقت كورونا. أي. ومتوفي 6 شهور قلنا له يابا دلونا على جثته مالته، قالوا مدفونه. ايش قالوا لكم سبب الوفاه؟ تابعناها. ها؟ سبب الوفاه شنو كان؟ هم دعوا بكورونا، بس هو احنا كنا نواجهه قبل كورونا ما بي شيء. طيب لا قبل كورونا، خليك وياي. قبل كورونا لما كنتوا تواجهوه شلون كان الوضع، التعامل السجانين مع السجناء بشكل عام؟ استاذ محمد أسوأ وضع ماتت اليهودي، ما يعانوا ليش معامل اليهودي مو الاسرائيلي افضل من عندهم. كان اكو تعذيب بالمكان اللي هو كان موجود فيه؟ معامله سيئه، لا اكل لا شرب لا حد، اكو زيارات بالمنظمات دوليه الصليب احمر ما حد يزورهم. كان يوجد تعذيب؟ أسوأ انواع التعذيب. تعليم. نعم نعم. أسوأ يعني يا بطلنا هذا الشهادة وفاة جبته، قالوا احنا دفناه قبل، بعدين تابعنا ولقينا قبر قالوا احنا دفناه. طيب ابو حسين طلعها. ابو حسين انا اشكرك شكرا جزيلا، انا اعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. هذا الكلام يتماشى ويوازي ايضا الحديث الذي طرحناه قبل قليل بتقرير مرصد افاد الذي يؤكد أو أكد أن كثير من المعتقلين الذين توفوا داخل هذه السجون، تحديدا سجن الحوت في مدينة الناصرية، تم إصدار شهادات الوفاة من قبل السجن أو المعتقل وإدارة المعتقل قبل حتى أن تصل هذه الجثث إلى دائرة الطب العدلي. يعني أنه قبل لا يتم فحص الجثة، تشريحها، تحليلها ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي، يكون هناك إصدار شهادة وفاة من قبل إدارة السجن. قد يكون كورونا، قد تكون وفاة طبيعية، قد تكون أمراض أخرى توضع في هذه الشهادة، لكن واقع الحال يقول بأن هناك تعتيم حكومي بهذه الأساليب على حقيقة الوفيات الموجودة داخل السجون، وهذا كلام أبو حسين قد يؤكد هذا الحديث. آخر المتصلين عبد الرحمن من طوس خرمات، وتفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أني اتهموا على أخواني، هسه أخواني 2 بالتاج مسجونين والظلم. نعم نعم.
هاي الظلم شهادة الزور، شهادة الزور. أي اي والله، يعني هاي حتى القضاة بالقرآن أحلف، حتى القضاة ماكلين رشوة، وأني ضليت بالسجن سنة كامل، ورا سنة طلعت بالجنايات بالتكريت. نعم اي والله. سيد عبد الرحمن أشكر حضرتك وأعتذر منك، الوقت انتهى. حديثك مهم، وموضوع حصول القضاة على الرشاوة موضوع مهم، وهذا الكلام قاله هادي العامري في وقت سابق. سنترك المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الهيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، منظمات غيرها كثيرة محلية ودولية تحدثت عن فساد القضاء، ونأتي لحديث أحد زعماء الأحزاب والميليشيات في العراق، ومن لسانه قال بأنه ابن أم ما يتهدد من القضاة الموجودين في العراق اليوم، ابن أم ما يتهدد، يا بالترغيب يرتشي أو هو فاسد، أو بالترهيب وطرق أخرى كثيرة تقلب الحق باطل وتغير القانون الموجود في العراق وتغير الواقع وتحكم على المظلوم إعدام وتترك الإرهابي يصول ويجول ويشارك في الانتخابات. مشاهدينا الكرام، أعتذر من كل من شاركوا معنا في الواتساب، الوقت انتهى، وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.